82 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركتي نستعين. أشواطنا مستمرة ينطلق شوطنا الثالث لفئة الأبكار المشتركات والمسافة المقررة 1500 متر. الروح مع اللي تصدرت قائمة المشاركين مغثة سلطان بن سعيد بن سالم الوهيبي على الصدارة وعلى المركز الأول. أما ثاني المراكز شوف اللي قادمة، مشكور سهيل بن محمد راعي الشيق العامري على ثاني المراكز. أما ثالث المراكز زعفرانة منصور بن هويد بن مقبل يحافي على ثالث المراكز. أما رابع المراكز شاهنية صالح بن سليم بن خصوان العامري على رابع المراكز. أما خامس المراكز شوف اللي قادمة، الشاهنية سعيد بن محمد بن حليس العفاري. الخمسة المراكز الأولى بالوفاء والتمام، ولكن نعود حيث الصدارة، نعود مع مغثة على الصدارة وعلى المركز الأول. سلطان بن سعيد بن سالم الوهيبي على الصدارة وعلى المركز الأول. أما ثاني المراكز مشكورة سهيل بن محمد راعي الشيق العامري على ثاني المراكز. أما ثالث المراكز شوف اللي قادم، الشاهنية صالح بن سليم بن خصوان العامري على ثالث المراكز. أما رابع المراكز شوف اللي قادم شواهين محمد بن حمد بن نصيب أنا عفاري، ولكن نعود مع مغثة على الصدار وعلى المركز الأول من بداية الانطلاق وهي في المقدمة. الله الله الله، سلطان بن سعيد بن سالم الوهيبي على الصدار وعلى المركز الأول. أما ثاني المراكز مشكورة سهيل بن محمد راعي الشيق العامري على ثالث المراكز، ولكن بالنصيب قادم ويبغي النقطة الثالثة في صباح هذا اليوم. الله الله الله، شواهين محمد بن حمد بن نصيب العفاري يغير إلى الصدار وإلى المركز الأول. النقطة الثالثة في صباح هذا اليوم، الهاتريك مع بن نصيب محمد بن حمد بن نصيب العفاري. تهانينا والناموس إلى محمد بن حمد بن نصيب العفاري والهاتريك في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس. أما ثاني المراكز مشكور سهيل بن محمد راعي الشيق العامري. أما ثالث المراكز مغثة سلطان بن سعيد بن سالم الوهيبي. تهانينا والناموس إلى محمد بن حمد بن نصيب العفاري بمناسبة فوز شواهين وحصوله على المركز الأول. دقيقتين وعشرين ثانية و84 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.